مرحبا، ما الذي يشغلك الآن؟ الحقيقة اختصاراً أنا يشغلني الآن هو العود والموسيقى بشكل عام، وعملية تقديمه بأفضل ما يكون ليس فقط إلى العالم العربي أو الشرقي بل إلى العالم أجمع. عندي مشاريع قديمة جداً ولكن أعمل عليها ببطء، أنجزتها خلال هاي فترة الاعتكاف أنا أسميها، يعني أو اعتكاف يعني حسن. الحقيقة أنجزت بما يخص الدراسة والكتب، أنجزت كتاب من زمان أشتغل عليه، هو كتاب Introduction to Arabic Music، مدخل إلى الموسيقى العربية، وفيها طبعا أذهب في تاريخ آلة العود بالأدلة والبراهين التراثية والأثرية، وبه تعريف إلى المقامات، وهذا أول كتاب باللغة الإنجليزية طبعاً يتحدث بالتفصيل عن المقامات الشرقية بشكل عام. أنجز كتاب آخر أيضاً فترة طويلة صار، هو أنا علاقتي مع العود وطريقة الاستماع إلى الموسيقى وعلاقة الموسيقى بالفنون الأخرى، يعني علاقة الموسيقى بالفن التشكيلي، علاقة الموسيقى بالسينما، دور الموسيقى بالشعر، علاقتها أو طريقة المحاكاة بين الشعر والموسيقى. تحدثت عن هذا التأليف بشكل عام كيف يتم، والتأليف الموسيقي العربي أو الشرقي بشكل عام. هذا تحدثت عنه، وتحدثت شيء أيضا قليلا عن علاقتي بالعود منذ الطفولة. يعني هذا الكتاب أنجزته وحقيقة حررت الكتابين والآن في طريقهم إلى النشر. هذا بما يخص التأليف والكتابة يعني بشكل عام. أنجزت الكتاب الأخير من سلسلة مختار لتعليم العود، The Mukhtar Method، وباللغة الإنجليزية أيضاً. أنا أنجزت 6 كتب، فأنجزت الكتاب الأخير هو الأبر أدفانس لفوق المتقدمين. خليت القطع وشرحت عنها وسويت مقدمات عن الموسيقى وعن الموسيقى الشرقية والتعامل مع العود. هذا أنجزت أيضاً هذا الكتاب في هذا الفترة، ودا أشتغل على CD-ين. السي دي الأول هو العود والرباعي الوتري، لأنه أنا حقيقة ما كثير أؤيد العود مع الأوركسترا، لأن الأوركسترا أضخم من آلة العود وسقفها أوسع من آلة العود. فلذلك أنت يعني كما يقول المثل الإنجليزي، كمن يضع سطل من الماء في كأس، فراح يعني يكون غير ملائم وغير not fitted مثل ما يقول، لا ما يضبط يعني. فالعود مع الأوركسترا مو كثير أحبث هذه الفكرة، فأنا عملت العود مع الكوارتيت والكوانتيت، يعني مع خماسي ورباعي وتري. هنا تصير الآلات مرافقة ومساعدة ومساندة، وبعض الآلات مثل الكونترباس والفيولونسين بالعكس الليمت مالتها يشبه الليمت مال آلة العود. هذا تقريبا أنجزت تأليفا وبعض التنفيذ أيضا ما كملته، بسبب أنه أنا عملي أشتغله بالبيت الآن بالفترة بالاستوديو مالتي، مو بالاستوديوهات الخارجية بسبب الحظر. العمل الآخر اللي أنجزته هو اسمه مقامات وتقاسيم، هو تقاسيم غير مستنسخة، يعني أنا مو يعني اللي يستمع لتقاسيم مقام الرسمي هذا السي دي ما راح يستمع إلى الجمل الموسيقية المتعارف عليها، راح تكون الجملة الموسيقية غريبة، يجوز ما يحبها بالبداية، لازم يسمعها أكثر، ويجوز حتى من يسمعها أكثر ما يحبها، ويجوز يحبها من اللحظة الأولى، وذلك يعتمد
على ثقافة إذن المتلقي. أكو إذن متلقية مكتشفة وإذن متلقية رتيبة، فيعتمد الرتيب يحتاج أن يسمع أكثر، والمتلقي المكتشف يبحث عن الجديد. فلذلك هذا أنا أنجزت بالبيت، لأنه بالستوديو البيت، وعملت تقاسيم على أكثر من لحد الآن أنا خلصت 8 مقامات، وفقط منتظر عودة يعني الدوام الرسمي للشركات البريطانية إلى الوضع العادي، وسوف أبعث إلى الشركة على مود ينجزون، ممكن ينجز في